يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شباب انا عامل ميوت للناس كلها بس في الاوبشن بتاع الشات ممكن الناس ترد عليا فيه عادي عشان اعرف بس اذا كانت الناس متواصله معايا او لا فبعد اذن حضراتكم بس فعلوا لي الاوبشن بتاع الشات والناس تتفاعل معايا عشان اشوف بس على الاقل صوتي مسموع للناس ولا في مشكله في النتورك يعني تبود تمام يا ترى البريزنتيشن واضحه أوه. 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 طيب يا الناس تقفل كلها المايكات اوكي النهارده يا شباب ان شاء الله هنتكلم على الشابتر عباره عن اساس البري كلينيكال ريموفابل بروسودونتكس از ا بارشال دنشر نوت كومبليت دنشر الشابتر ده بيتكلم على ايه حاجه اسمها فورسز ابلايد اون ريموفابل بارشال دنشر ايه هي اللودز والديستريبيوشن والفورسز اللي بتتوزع على جميع الاسطح او السيرفيسز بتاعه البارشال دنشر during mastication, during application, during the process inside the oral cavity. Okay. علشان نعرف نكمل الموضوع ده مع بعض هنراجع مع بعض الـ Components of Removable Partial Denture. الـ IBD اختصار لكلمة Removable Partial Denture. أول حاجة هنتكلم عليها هي الـ Upper Partial Denture، بعد كده هنتكلم على الـ Lower Partial Denture. الـ Upper Partial Denture هنقول ان الاول بارش دنشر عباره عن ميتال فريم ورك زي ما حضراتكم شايفين عباره عن ميجر كونكتور بيج كومبوننت بيعمل كونكشن بتوين الرايت سايد بالليفت سايد اوف الابر فريم او ماكسيلاري فريم ورك المجزلي ميجر كونكتور او المجزلي ميجر كونكتور معنى صح بيربط الميسنج سبانز ببعضها انتير وبوستيرير سواء كانت رايت right او ليفت فلو احنا عندنا بوستيريو رايت سايد ده فري اند سادل ديستال اكستنشن بيز عندنا بوستيريو ليفت سايد ده باوندد سادل نوت ديستال اكستنشن وانتير موديفيكيشن على اساس ان الحاله ديت كلاس 2 موديفيكيشن 2 مين اللي عمل لي كونكشن بتوين الثلاثه دنشال بيزز الواحده انتيريو والاثنين بوستيريو الميجر كونكتور مين اللي خلى لي المجزله دي فريم ورك عبارة عن 1 بيس بدل ما يكونوا 3 بيسز الميجر كونكتور علشان كده أهم كومبوننت بنتكلم عليه في الكومبوننتس بتاعة الريموفر والبشر دنشر هي الميجر كونكتور عندنا بعد الميجر كونكتور الثلاثة دنشر بيس اللي أنا قلت لكم عليها عندنا كومبوننت اسمه ريتينرز الريتينرز ديت الاختصار أو الاسم الدارج بتاعها الكلاسب عبارة عن كومبوننت بيمسك في الاتوس اندر كت بتاعه الاباتمنت في الحاله اللي قدامي ديت المجزله دي بتاعتي هي ال5 وال5 وال7 او ال6 الكومبوننت او الميتال كومبوننت بتاعها اللي بيعمل دايركت كونتاكت على الاباتمنت وبينجيج الاندر كت بلو سيرفي لاين ده اللي احنا بنسميه الدايركت ريتينس وهنتكلم على التفاصيل بتاعه الدايركت ريتينس بعد كده بالتفصيل الممل بس عايزين نعرف مسميات ليس الا اوكي عندنا برضو دايت ريتينا على 5 الناحيه ديت وعندنا دايت ريتينا على ال7 او ال6 يبقى عندنا الفريم ورك بتاعنا هاز 3 دايركت ريتينوز او 3 كلاسب بي انجيج الاندر كات اوف ذا سيرفينج للناس اللي لسه ايه شغاله سيرفينج النهارده قد تجمع الموضوع ده معايا تمام لما يكون عندي كومبوننت زي دايركت ريتينوز عايز اوصله بالميجور كونكتور ساعتها بستخدم حاجه اسمها ماينو كونكتور يبقى الاصل ان الفريم ورك بتاعي مليان كونيكتوز بيوصلوا الكومبوننتس بتاعت الفريم وركس ببعضها ممكن يكون الكونكتورز ديت على كبير فبسميها ميجور كونكتور او ممكن تكون على صغير فبسميها ماينو كونكتور الميجر كونكتور ده الكومبوننت الاساسي اللي عامل البلك بتاع الميتال فريم اللي بيوصل لي الدنشر بيزز ببعضيها وبيوصل لي الرايت سايد بالليفت سايد والأنتير بالبوستير عشان يبقى معايا وان بيس ميتال فريم انما الماينر كونكتور عباره عن ايه؟ عباره عن توصيله صغيره ماينر كونكشن بتوين اي كومبوننتس بتاعتي اذر ذان الميجر كونكتور بالميجر كونكتور نفسه يعني لو قلنا مثلا دايركت تينر اللي انا بشاور عليه بالسهم بتاعي لو حبينا ان هو نعمل له كونكشن بالميجر كونكتور هنقول ان في توصيله صغيره خالص هنقول عليها اسمها ماينور كونكتور نفس الكلام على الاباتمنت الناحيه الثانيه عندنا الدايركت ريتيلر ده اللي بيجينج الاندر كات لو احنا عملنا الميتا فريم ورك عباره عن ميجر كونكتور بدايركت بس النت هي... ريزلت عندنا ان هو هيكون تو بيسز مش وان بيس طب والحل ايه؟ نعمل لنا توصيله صغيره كده اسمها ماينور كونكتور تعمل connection between other components بتاعة دي بالmeasure كونكتور بتاعي عشان during insertion أند removal يبقى قدامنا metal framework act as one piece تمام نتكلم على mandibular removal آه، من دبليو موف بشر هيبقى نفس الكلام مفيش فيه اختلاف عندنا الميجو كونكتور بتاعي بينجيج او بيعمل كونكشن بتوين كومبونس بتاعت موف بشر دنشر رايت اند ليفت اند بوستير عشان يبقى معايا اكت از one بيس اي ميسنج سبان بيتحط عليها ميتال كومبوننت بنسميها دنشر بيز هو اللي بيعمل كارينج للآرتفيشال تيس وهناخد بعد كده ان شاء الله شابتر اسمه دنشر بيز هنعرف فيها تفاصيل الدنشر بيز بزياده وان ديتيلز شويه هنيجي هنا على الابارتمنتس بتاعتي هنا في الميتال فريم ورك اللي هو ده هنلاقي ان الكلاسيفيكيشن بتاعته كلاس 2 موديفيكيشن لا ده كلاس 1 موديفيكيشن 1 اوكي على اساس ان ده ديستال اكستنشن في ذا سادل وده ديستال اكستنشن في ذا سادل ويز انتيريور موديفيكيشن يبقى ده كلاس 1 موديفيكيشن 1 الاباتمنتس بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى الكناين اكت از اباتمنت الكناين رايت سايد اكت از اباتمنت وعندنا ال 6 اكت از اباتمنت يبقى عندنا الدايركت ريتيرنز او الكلازم هيتحط على ثلاثة اباتمنت هما الكناين رايت سايد الكناين ليفت سايد وال 6 از ان بوستير اباتمنت يبقى الكومبونت بتاعتنا عباره عن ميجور كونكتور دونتشر بيز دايركت ريتيرنز والدايركت ريتيرنز بتعمل كونكشن مع الميجور كونكتور عن طريق حاجه صغيره اسمها الماينوس كونكتور بتاعي تمام طيب بس انا بس اعمل ميوت للموبايل ده اوكي مطلوب مننا ايه بقى يا شباب مطلوب مننا ان احنا نعمل ريكوجنيشن للديفرنت تايبس او دايركشن للفورسز اللي بتاكت على على الريموفر بشر دينشر ديورنج ماستيكيشن ديورنج فانكشن الفورسز اللي بتابلاي ديت عباره عن اربعة ميجر فورسز ما لهمش خامس اول حاجه اسمها ريتنشن ريتنشن باي ديفينيشن ات از ذا ريزيستنس تو تيشو اواي موفمنت يعني بيمنع لي ان الدنشر بيز ان هو يتحرك بعيد عن التيشو اللي عامله ريستنج عليها عشان كده انا بسميها ريتنشن ريتنشن ات از ريزيستنس تو تيشو اواي موفمنت عكسها تماما هتكون معايا ايه هتكون معايا السبورت السبورت ات از ريزيستنس برضه للبالشر دنشر بتاعي بس ايه ريزيستنس تو تيشو وورد موفمنت عكس التيشو اواي تماما علشان كده لما اجي اعرف الريتنشن والسبورت هنقول ان الريتنشن ريزيستنس تو تيشو اواي موفمنت انما السبورت ريزيستنس تو تيشو وورد موفمنت السبورت هي اللي بتمنع للدنشر ان هو يغرز في التيشو اللي عامل عليها اكتر من اللزوم على اساس ان التيشوز بتاعتي عباره عن سوفت ميكوزا كومبرسيبيليتي اللي هي ديجري اوف ممكن البارشل دنشر اللي عامل عليها تغرز معايا اكتر فده السبورت اللي يمنع لي التيشو وود موفمنت بتاعي اوكي اتكلمنا عن التيشو اوي اتكلمنا عن التيشو وود واحنا الفورسز بتاعتنا 3 دايمنشنال فلازم اتكلم على الهوريزونتال فورسز على اعتبار ان التيشو اوي والتيشو وود موفمنت كونسيدرد از فيرتيكال فورسز فيرتيكال يعني بالطول هوريزونتال يعني بالعرض فالاستابيليتي عبارة, عباره عن ايه؟ عباره عن ريزيستنس تو Horizontal forces include الHorizontal ده including إيه؟ including الLateral <يبتتسنية> forces Light and the Left والAnthropostyle forces بتاعتنا على أساس إن الدنشر بتاعي بيتحرك in 3 different directions نعدها مع بعض. الدنشر بتاع ديور مستكيشن بيتحرك في اتجاهات مختلفة ممكن يتحرك تشو أواي موفمنت ساعتها بنمنعها بخاصية اسمها Retention. الدنشر بتاعي ممكن يتحرك تشو وورد موفمنت ساعتها بنمنعها بخاصية اسمها Support ال بتاعي ممكن يتحرك horizontal movement سواء كانت لاتر او انثروبوستير وساعتها هنقول ان الخاصيه اللي بتمنعها او البروبرتي اللي بتمنعها اسمها الاستابيليتي Retention, support, and stability. Reciprocation عباره عن extra property بتعاكس الخاصيه بتاعت الretention هقول عليها بتفصيل ممل بعد شويه بس تقدروا تقولوا ان الريسبوكيشن ان how to counteract أو ريسيبروكيت الفورسز اللي جاية من الريتنشن بتاعي سواء اللي okay. كنا بنتكلم على الدايركت ريتيرنز أو على الإندايركت ريتيرنز وهنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية يبقى عندنا كده في الشابتر بتاعنا أربعة تيرمز لازم نكون متكلمين عليهم النهاردة. ريتنشن سبورت استابيليتي آند ريسيبروكيشن قلنا من شوية إن الفورسز ممكن تبقى حاجة من ثلاثة يا vertical يا هوريزونتال يا روتيشنال فورسز الفيرتيكال مسؤوله عن الكاونتر اكشن بتاعها ريتنشن اند سبورت هوريزونتال المسؤولة عن السبورت بتاعها او عن الكونتر اكشن بتاع الاستابيليتي الروتيشنال هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده على اساس ان الديورنج ماستيكيشن الباشن بتاعي ممكن يعمل روتيشن ديورنج موفمنت او ديورنج ماستيكيشن بتاعي فاكين الروافع او الليفرز اللي كنا بنتكلم عليها زمان ايام ما كنا في مدرسه ليها ابلكيشن كبير قوي عندنا في الايه في البرشر دنشن النهارده. تايبس اوف ليفرز او انواع الروافع بيبقى ليها ابلكيشن على البرشر دنشن فنقدر نقول ان في عندنا ثلاثه تايبس اوف ليفرز. عندنا تايب 1 ليفر وعندنا تايب 2 ليفر، ليفر يعني رافعه. عندنا تايب 3 ليفر. نتكلم الاول على تايب 1، تايب 1 ليفر عباره عن ايه؟ لو احنا بنتكلم ان الفورس بتاعي بيبقى على one side يبقى الـ resistance بتاعي على the other side ويبقى ساعتها الفالكرم بيبقى في النص in between the force and the resistance. Okay. يبقى كده ده considered as lever type 1 okay. أو رافعة من الدرجة الأولى المثال بتاعها مرجيحة بتاعتنا السوينج لو انا بصاحبي بنشتغل مع بعض عندنا نقطه اتكاز في النص نقطه الاتكاز ديت بسميها بس فالكا مثلا اوكي عشان نتعود على المسميات شويه اوكي لو انا زميلي بيعمل فورسز على الناحيه التانية يبقى انا مطالب عشان اوصل او اعمل اتشيفمنت للبالانس بتوين رايت اند ليفت ان انا اعمل ريزيستنس للفورس اللي زميلي عاملها ديت ايكوال ان ماجنيتيود اوبوزيت ان دايركشن فبالتالي بيوصل معايا ان احنا عندنا بالانس في الليفر تايب 1 حوالين فالكرم موجودة in between أو في النص between resistance and force ديت ليفا تايب كام؟ ديت ليفا تايب 1 طب نتكلم على تايب 2 شوية تايب 2 عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن فالكرم on one side الارتكاز بتاعها الفورس in between with resistance على الاذر side التايب 1 كانت ايه؟ كانت الفالكم هي اللي في النص والفولس هي اللي على الناحيه والريزستنس هي على الناحيه الثانيه انما طيب 2 اتعكست معانا خليت لي هو اللي على الجنب الفولس هي اللي في النص والريزستنس او المجهود او الرافعه هي اللي بتبقى على الاذر سايد مثال على كده السقاله بتاعه العمارات اللي الجماعه اللي بيبنوا بيها لو بصيت على العجله بتاعتنا ديت هتلاقي ان العجله بتاعتنا ديت هي الفالكرم اللي بيتسند عليها التقل سواء كانت النقل التضامن او التوب هي اللي عامله فورس هي عامله لود على الرافعة تايب 2 بتاعتك ديت فتبقى هي الان بتوين هي اللي موجوده في السنتر هي اللي موجوده في النص انترميديت بتوين الفالكرم والافورت اللي سيادتك بتبذله او الريزيستنس تو كاونتر اكت اللود اللي موجود عندك ايكوال ان ماجنتيود بس اوبوزيت ان دايركشن كل ده بيسند معاك في ايه؟ بيسند معاك على فالكرم موجود اون ذا اذر سايد الليفا ده تايب كام؟ الليفا ده تايب 2 يا يعني. فندم على اساس ان اللود هو اللي في النص الفالكم هو اللي بيبقى على وان سايد والايفورت او الريزيستنس هو اللي بيبقى على الاذر سايد بتاعه. هنيجي للتايب 3 ليفر زي زي تايب 2 بس اعكس الفورس والريزيستنس مع بعض. هيبقى الفالكم هو اللي بيبقى على او على وان سايد الفولس هو اللي بيبقى على الاذر سايد والريزيستنس هو اللي بيبقى في النص عكس تايب 2 تماما يعني الفالكام اللي هما الاثنين مشتركين اللي مش في النص بيبقى على وان سايد بس الريزستنس والفورس هما اللي بيبقوا معكوسين في تايب 2 عشان الناس اللي متلخبطه في تايب 2 كان الفورس هو اللي في النص والريزيستنس هو اللي بيبقى على الطرف انما تايب 3 الفورس هو اللي بيبقى على الطرف في المضار انما الايفورت او الريزيستنس هي اللي في النص مثال على كده صناعة السمك لما تيجي بتصطاد بيبقى الارتكاز بتاعك بيبقى عند قبضه ايديك لما بتيجي تشد الصناره الايفورت بيبقى معصم ايديك او الريزيستنس اللي بيعمل ايكواليزيشن للتقل السمكه اللي هي الفورس اللي بتبقى على الاذر سايد ده كلاس كام يا فندم ده كلاس 3 ليفر اوكي علشان كده لما نيجي نطبق الابلكيشنز على الفورسز على كومبوننت بتاعتنا في البالشر دنشر لازم نتكلم في كل direction of forces على ثلاث حاجات مشتركين هنتكلم على الكوز بتاعتها هنتكلم ازاي نعملها counter action بعد كده هنتكلم على ايه الكومبوننت اللي بيعمل counter action ديت في الابلايد forces ده وليكن مثلاً نبتدي بأول مثال عندنا في vertical forces حاجة اسمها tissue word movement tissue word movement يعني movement في اتجاه بعيدا عن أو اتجاه التشو نفسها اللي عامل أوكي؟ السبب بتاعها إيه؟ السبب بتاعها إن ديورنج ماستيكيشن أنت بتعض على الديستال اكستنشن بتاعك البولس أوف فود فبيبقى اتجاه العضة بتاعتك أو اتجاه الأكل بتاعك بيبقى تورد التشو بتاعتك. فعشان كده بتلاقي إن لو في الكلام ده بيبان في الديستال اكستنشن بالذات على فكرة. لكن باودت ما بتبانش قوي على اساس ان عندك انتيرو بوستيرو ابطمنت سندالك وعامله لك سبورت تمنع لك التيش وورد موفي. لكن في الديستال اكستنشن بتبقى واضحه جدا ديو تو ميسنج بوستيرو اباتمنت فمخليه لك الموضوع بتاعك فيه اند سادر ملطشه لك ديورج ماستيكيشن كل ما تعض عليها تروح نازله منك لتحت في اتجاه تيش وورد فورسز فعلشان كده بنمنعها بايه؟ بنمنعها بخاصيه اسمها سبورت عشان كده في الديفينيشن بتاع السبورت يقول لك ايه؟ يقول لك ان السبورت ده it is the resistance to tissue world تمام؟ طيب اتكلمنا ايوه اتكلمنا على الكوز اتكلمنا عن الكاونتر اكشن نقول مين الكومبوننتس اللي بت... اللي بتعمل لي بروفايدنج للسبورت او تمنع لي التيشو وورد موشن لو بصيت كده معايا ادي في ان الباشر سدن البشر دنشر ادي الابطمنت وادي التيشو اللي بيحصل عليها تيشو وورد موفمنت اتمنى يكون البوينتر بتاع الماوس واضح تمام انا يعني مستني ردكم على الشيء البوينتر بتاع الماوس واضح كويس تاني عندنا البشر دنشر بتاعي عايزين نحدد الكومبوننت اللي بيمنع لنا تيشو وورد فورسز او اللي بيعمل لنا بروفايدنج للسبورت فعندنا البشر دنشر عباره عن دنشر بيز باللون الاحمر بصوا على الماوس بتاعي عندنا ارتفيشال تيز ملزوقه على الدنشر بيز وعندنا دايركت ريتينر باللون الازرق طالع منه اكستنشن صغير كده اوكلوزر هتاخدوها بعد كده حاجه اسمها اوكلوزر ريست اوكي طيب انا عايز في الحاله ديت امنع ايه انا عايز في الحاله ديت امنع تيشو وورد فورسز ديورنج Mastication طيب التيشو وورد فورسز بتبقى بتتمنع ازاي عن طريق الكومبوننت الدنشر بيز هذا بيج ان هو يمنع لي التيشو وورد فورسز طيب نقدر نقول ان الدايركت ريتينر اللي انجيجنج الاندر كات هو اللي بيمنع لي التيشو وورد فورسز لا مش هو يا فندم، امال ايه اللي بيمنع لك وورد فورسز كجزء من الدايركت جزء الاكلوزر ليست اللي موجودة على الاكلوزر سيرفيس بتاعت الاباتمنت، شايفينها يا شباب اللي باللون الازرق ديت؟ هي ديت اللي بتعمل لي سبورت بتمنع لي التيشو وورد فورسز اللي بتمنع لي البرشر بتاعي ان هو يغرز معايا لتحت في اتجاه التيشو. علشان كده الحاله ديت بسميها ايه؟ بسميها او النوع ده من البرشر دينشر ككلاس 1 او كلاس 2 في دي ان سادر حاجه اسمها توس تيشو سبورت يعني واخد السبورت بتاعها من ناحيتين واخد السبورت بتاعها من التوس او الأباتمنت آه عن طريق الكلوزا ديست الاكستنشن اللي طالع من الدايركت تينس واخد برضه تيشو سبورت من الدنشر بيز اللي موجوده في الفري اند سادر اللي عامله ريستنج على التيشو بتاعتي علشان كده الحاله ديت ايه؟ تمام دكتور ايه كده الصوت كده واضح؟ الصوت كده اوضح تمام نرجع للموضوع يبقى انا كنت بقول ايه؟ يبقى ان انا كنت بتكلم على حاجه اسمها تشو وورد فورسز بتحصل على الديستال اكستنشن باشر دنشر واللي بنمنعها بخاصيه اسمها سبورت ريزيستنس تو تشو وورد فورسز ايه الكومبوننت اللي بيمنع لي التيشو وود فورسز ان هو يحصل نتيجه اوفر موفمنت للدنشر بتاعي ديورنج توورد اه التشو عندنا تو مين كومبوننتس اول حاجه الدنشر بيز اللي موجوده في البشر دنشر وعندنا الميتال اكستنشن اللي طالع من الدايركت ريتينر حاجه اسمها اوكلوزا ديسك عشان كده الحاله ديت في كلاس 1 او كلاس 2 بسميها في فريند سادل tooth tissue سبورت تو سبورت جايه من الاباتمنت عن طريق الكلوزا ديست تيشو سبورت جايه من التيشو عن طريق ايه يا فندم عن طريق الدنشر بيز فما اقول ان الدنشر بيز بيعمل لي تو سبورت الكلام ده علميا غلط وما اقول ان الكلوزا ديست بيمنع بي يعني بيمنح لي اه تيشو سبورت لان يعني الكلام ده علميا غلط لان الكلوزا ديست ساند على التوس ستراكشر هي الاباتمنت والدنشر بيز ساند على التيشو ستراكشر تمام عشان خاطر يديني التيشو سبورت بتاعه فكده vertical displacing forces tissue wall forces اللي بيمنعولي حاجة اسمها السبورت ده يا فندم كلاسب او ريتينر هناخده بعد كده قدام اسمه ايكر كلاسب واحد اسمه ايكر آه عملنا ديزاين للكلاس بتاعي علشان خاطر يبقى مشبك يمسك لي او يعمل لي ريتيننج للاندر كت تحت السيرفي لاين. طيب الكومبوننس بتاعته ايه؟ عندنا الارم البقل اللي من بره اسمه ريتنتف ارم هو ده يا فندم اللي بترسم له السيرفي لاين وبتحط التب بتاعته تحت السيرفي لاين في منطقه مشهوره اسمها الاندر كات فاكرين السيرفينج طيب الدراع الثاني اللي من البلاتال او من اللينجوال بسميه بريسنج ارم او ريسيبوكال ارم وهنتكلم عليه بالتفصيل كمان شويه شايفين الميتال اكستنشن التريانجل اللي موجوده على الاوكلوزا سيرفيس ده يا فندم اللي بسميه اوكلوزا داست، ده اللي بيبقى على هوريزونتال بلين وده اللي بروفايدنج للدنشر بتاعي حاجه اسمها تو سبورت بيمنع لي التشو وورد موفمنت بس كل الموضوع ان انا مصوره من فوق عشان كده مش قادر تتخيل ان هو تيشو وورد لكن لو صورته لك من الجنب هتلاقي ان انت ديورنج تشو وورد فورسز فيرتيكال ديسبليسنج فورسز هتلاقي ان هو بيعمل لك تو سبورت اكت از سبورت لبشر دنشر بتاعك اتكلمنا <تكلمنا> عن التيشو وورد موفمنت خلينا نتكلم عن التيشو اوي شويه لان التشو اوي بتهمني قوي, قوي. اتفقنا احنا هنتكلم على ثلاث حاجات ايه هما؟ قوسس، كاونتر اكشن وكومبوننت عرفنا التيشو ندخل على التيشو اوي التيشو اوي فورسز بتحصل معاك ازاي ايه الكوزز بتاعتها مشهورة قوي في حاله الاستيكي فود ديونج ماستيكيشن اوف ستيكي فود وليكن مثلا حته التوفي التوفي من خصائصها الرزله ايه ان هي لما تمسك في الحاجه ما بتطلعش من الحاجه الا وهي واخده الحاجه معاها يعني تيبيكالي بتعمل لك التيشو اوي فورسز اوي فروم ذا تيشو اللي انت بتعملها ريستنج عليه فمين الخاصية اللي بتمنع لك الـ tissue away forces during mastication؟ retention effect عن طريق ايه؟ ال... عن طريق الـ retentive arm اللي تحت السيرفي لاين اللي engaging الاندر undercut اللي كنا رسمناه في السيرفي لاين بتاعنا. طيب خلينا نتكلم شوية عن الكلاس بوت أو الـ direct نبص على الصورة دي شوية اللي أنا معلم عليها. اتكلمنا من شويه ان النوع من الكلاس ده بيبقى اسمه ايكل كلاس عباره عن ثلاثه مين كومبوننت ايه هما؟ Retentive اوف arm بكل بريسنج arm او Reciprocal Arm Lingual وحته ميتال اكستنشن طالع على النوكلوزر سيرفيس بسميها اوكلوزر Rest تمام طيب الاوكلوزر Rest بروفايدنج مي السبورت واقتنعنا بالموضوع ده على اساس ان هو بيمنع لي التيشو وورد موفمنت طب مين اللي بيعمل لي تيشو اواي موفمنت اي كومبوننت تحت السيفي لاين داخل جوه الاندر كات عشان لما يحصل تيشو اوي موفمنت يخبط في الهايت اوف كنترول فيمنع او يعمل ريزيستنس للتيشو اوي موفمنت بين قوسين يديني ريتنشن طيب تعالى كده حته كده زياده خلونا ايه نبص عليها نعمل زوم كده ايوه بالمنظر ده الايكر كلاس عباره عن ايه عباره عن ريتنت اوف ارم داخل في الاندر كات تحت هنا بريسنج ارم فوق السيرفي لاين مش داخل في الاندر كات والميتال اكستنشن موجود على الاوكلوزا سيرفيس اسمها كلوزال ريست تمام انا بتكلم اكتر ما بشاور فبلاش تبقى مركز عن البوينتر باين ولا لا لان انا وصف لوحده بوينتر فركز معايا كده يعني yani اسمع اكتر ما تشوف في ارم داخل جوه الاندر كات هو الميل المسؤول عن الريتنشن فحتى من اسمه الريتنتف ارم بروفايدنج ريتنشن طب الميتال اكستنشن اللي موجوده عندك ديت موجوده على الكلوزر rest عشان to provide support resistance to tissue wall movement طب الريسيبروكال ارم اللي موجوده لينجوال او بلاتال هي من خصائصها لما تيجي تعملها ديزايننج ان هي تبقى موجوده على السيرفي لاين او فوق السيرفي لاين لكن عمرها ما بتدخل جوه الاندر كات يبقى معنى كده ان هي مش مسؤوله عن الريتنشن لان هي ما عملتلكش ريزيستنس تو تيشو او واي انما هي مطلوب منها ايه؟ مطلوب منها خاصيه مهمه جدا انا عملت لها منشن في اول الشابتر حاجه اسمها ريسيبلوكيشن يعني ايه ريسيبلوكيشن؟ يعني معادلة الفورسز أو القوة اللي جاية من الريتنتف أن علشان ما تعملش هارمفول إفكت على الأباتمنت فيحصل لك تلتنج تولد البالاتال أو اللينجوال دايركشن. إيه الكلام الكبير ده؟ لا تاني يا دكتور شادي. خد عندك لو إحنا لو إيكرز اللي عمل الاختراع ده اتجنن فعاله وعمل لك الريتنتف أن في الكلاس بتاعه من غير بريسنج أو ريسيبوكال أن على الناحية التانية. إيه اللي هيحصل؟ التنت في ارم ده ده فيري سترونج ارم داخل جوه الاندر كات بيمنع لك التيشو اوي موفين اللي هي اساسا قويه فمع الوقت ما فيش بالانسنج سايد على الناحيه الثانيه من البالتال او من اللينجوال فيحصل ان الاباتمنت بتاعتي ديت اللي حواليها بول اللي حواليها بالودونتال ليجمنت هيحصل لها التلتنج نتيجه الانبالانسد فورس اللي جايه من الباكال دايركشن فيش حاجه سنداء على بالتال دايركشن فالنتيجه النهائيه ان يحصل تلتنج توس موبيليتي اكستراكشن كينيدي كلاسيفيكيشن يزعل يقول انتوا كده غيرتوا الكلاسيفيكيشن بتاعي طب والحل ايه يا عم ايكر زود لي لو سمحت ارم ثانيه على الناحيه الثانيه من نفس الاباتير الارم ديت داخله في الاندر كات لا مش داخله في الاندر كات وانما ايه ان انت سيادتك هتحطها لي على السيرفي لاين اباف الاندر كات علشان نوت تو بروفايد بس يعمل لك ريسبروكيشن للفورسز اللي جايه من الريتنتيف ارض فيحصل بالانسنج فورس من البكر واللينجوال سايد فتفضل الاباتمنت بتاعتي ستريت وتزود اني في الايفكت بين قوسين تلتنج. واضحه؟ عادي ممكن عادي من الف 1000 مره لو عرفتوها دلوقتي تبقى عمد. حد بالنسبه له النقطه ديت مش واضحه وحضرتك ممكن بوننس آه كلاس تاني معلش كده قول تاني يمكن حضرتك تعيد الايتلس كلاس اه ده الاعاده هنا مطلب شعبي يا دكتور كل زمايلك بيطلب مني الاعاده وانا ما عنديش مشاكل في الحته ديت نعيدها مع بعض كده بص يا فندم انا دلوقتي واقف في المدرج قدامكم الصبح يعني مش بالليل وجاي لي واحد من ناحيه واحده يزقني الواحد ده سميته تنتف في آرم تمام داخل جوه الاندر كات عامل فرصة عظيمه عشان يمنع تيشو اواي موفمنت بس المشكلة إن أنا ضعيف شوية ممسوك ببريدونتا الليجامين وبون وميكوزا فممكن يحصل لي موبيلتي مع الوقت فمطلوب مني إيه؟ مطلوب مني إن أجيب حد تاني من الناحية التانية يوزن لي الزقة أو القوة اللي جاية من الناحية الأولانية علشان أفضل ستريت فأقدر أعمل, أعمل حاجة اسمها فورس ريسبو دوكيشن يعني معادلة القوة اللي جايالي من الأوبوزيت سايد علشان تفضل الأباط من ديت هيلسي وزاوت دونتا بريك داون فمين المسؤول عن الريتنشن؟ الريتنت في أرم اللي موجودة بكر حلو طب مين المسؤول عن السيبلوكيشن معادلة القوة هجيب لك سؤال ام سي كيو اقول لك اوكلوز ريست از ريسبونسبل صح ولا غلط؟ لا تقول لي غلط اشمعنى؟ لان الاوكلوز ريزيست هي اللي بتعمل لك السبورت ريزيستنس تو تيشو وورد انما مين اللي بيعمل لك السبلوكيشن يعدل لك القوة اللي جايه لك من الريتنتف ارم البريسنج او الريسيبوكال أر اللي موجوده على البلاتال سيرفيس هناخدها بالتفصيل الممل في شرط الدايركت تمام بس كل اللي انا عايزك تتعلمه مني ان زي ما عندنا ريتنشن ريزيستنس تو تيشو أوي موفين عندنا حاجه اسمها ريسيبلوكيشن عباره عن ريسيبلكيشن ريتنتف فورسز اللي جايه فور اوبوزيت دايركشن عشان نحافظ على الانتجريتي او الهيلث اوف ذا اباتمنتيز اولا احمد كامل يتكلم براحته يا ابراهيم اتكلم يا احمد ولا يهمك الكلام كده واضح عايزه تقولي حاجه يا دكتوره منى دكتور حضرتك قلت يعني الريسبروكيشن ده هتتشرح في محاضرات تانيه قدام صح؟ يعني اه بس مش معنى كده انك تريح دماغك وما تفهمهاش دلوقتي لا اصل حضرتك قلت اللي هو الجمله الاخيره بالانجليزي دي اللي هي الريسبروكيشن اللي هي اللي بتحافظ على الهيلث بتاع الابوتمنتيس وكده اللي ما جمعتش الجمله اللي هي قلتها دي في الاخر لا انت يعني كده قلتها يا فندم زي ما انا عايزها بالظبط فانت كده ما دام انت قلتها يبقى انت كده بالنسبه لي فهمتها مظبوط اوكي تمام دكتور طيب نتكلم عن الصوره دي شويه ده شكل كلاس تاني بسميه بس ار بي كلاس تمام عباره عن تنتف اي بار موجود على الباكل سايت لي على الاندر كت بس فروم جينجفال دايركشن هناخدها بالتفصيل بعد كده بس المهم ان هو الانتنتف ارم داخل لي جوه الاندر كت اللي على الاباتمنت بتاعتي تحت السيرفي لاين يبقى ده الانتنتف ارم اوكي طيب في ينفع الانتنتف ارم وزاوت السيربكيشن الاباتمنت تزعل طب والحل عايزين نحط السيربكيشن الناحيه الثانيه ففي دكاتره في الديزاين تقول لك طب احنا نحط ريسيبوكال ارم او بريسنج ارم شبه بتاع الايكر على البك على البلاتل او اللينجوال سيرفيس صح ما اقول غلط طيب في ناس تقول لك لا يا دكتور الاصل او ريسيبوكال ارم شكله وحش وهيبقى الميتال بتاعه كتير وانا بدفع للمعمل كتير فلو سمعت عايز اقلل الميتال شويه طب والحل شايف الماينو كونكتور الصغنن ده اللي موجود على الديسك سيرفيس بتاع الابارتمنت ده اللي اتعمل على تحتيه بدل البلوك اوت ده انا بسميه بروكسيمال بليت شايفين سمعتوا عن حاجه في الاناتومي حاجه اسمها لاين انجل عباره عن انترسكشن بتوين تو اكسيال سيرفيس سواء كان ديستال او لينجوال عشان كده بسميها ديستولينجوال لاين انجل تعالى لي عند الماينو كونكتور ده في البروكسيمال بليت ده اللي انت عامل تحتيه بدل بلوك اوت وعدل الميتال خليه بعد اللاين انجل مش قبل اللاين انجل. هيدي لك ريزيستنس شويه اوف arm اللي جايه من الناحيه الثانيه فهتعمل لك ريسيبريكيشن اكشن اوف ارم اللي جايه لك ديت. ده. ده كلام ده كلام كبير قوي. تاني انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا ازود حته معدن صغيره على the سايد side of the عشان امنع اكسسيف فورس جايالي من الـ من ار سواء كانت في صوره ريسيبوكال ار زي الايكر او في صوره بروكسيمال بليت او ماينو كونكتور معديالي اللاين انجل ناحيه اللينجوال شويه تمام فنقدر نقول كده في الديزاين اللي انا معلم عليه ده مين المسؤول عن الريتنشن؟ الانتف اي بار هناخدها بالتفصيل بعد شويه طيب الديزاين ده مين المسؤول عن السبورت الصوره اللي انا معلم عليها ديت الدنشر بيز اوعى تقول لي تنت في اي بار ازعل واقفش انا بقول سبورت مش تنشن والكلوزر ريست اللي موجوده على الكلوزر سيرفيس وممكن نقول الميجر كونكتور برضه اكت از التو سبورت على اساس ان هي تسندلك على التو سبورت اي حد سنيد يبقى اسمه بيعمل سبورت تمام؟ طيب قلنا اللي يعمل الريتنشن هو الريتنف اي بار، قلنا اللي بيعمل الريسبكيشن في الديزاين ده في كلاس مشهور اسمه ار بي اي هناخده قدام شويه اللي بيعمل لك الريسبكيشن هو الاكستنشن اوف البروكسيمال بليد بيوند او افتر اللاين انجل اللي موجوده عندك عشان يدي لك شويه ريسبكيشن بالمعقول للريتنف اي بار الفورسز اللي جاي من ناحيته. اظن كده؟ الكلام ابتدى يتظبط. يبقى احنا يا فندم بالطريقه بتاعتنا ديت اتكلمنا على كام بروبرتي لغايه دلوقتي؟ اتكلمنا على سبورت وقلنا ان هي ريزيستنس تو تيشو وورد موف اتكلمنا عن الريتنشن وقلنا ان هي ريزيستنس تو تعالوا نتفرج على التقسيمتين. اهي اتكلمنا عن الريتنشن وقلنا ريزيستنس تو تيشو اواي فورس اتكلمنا عن السبورت

حد عايز يسأل على حاجة قبل ما أدخل في اللتن؟ الكلام كده ماشي سيريال بسيط تمام أنا مش عايز منكم غير إن أنتوا تاخدوا البيزكس منها علشان إن شاء الله في سنة رابعة تعملوا لي ديزاين محترم بناء على علم والساينس اتعلمتوه في سنة تالتة. أوكي؟ حد عنده مشاكل؟ دكتور هو إيه الميجور كونكتور؟ الميجور كونكتور مع اني قلتها في الاول بس اقولها تاني عشان خاطرك يا دكتور الميجر كونكتور عباره عن كومبوننت موجود في الفريم ورك بتاعي في البشر دينشر بتاعي بيعمل لك كونكشن لكل بارتس اوف الفريم ورك رايت وليفت وانتر بوستير المنظر ده يا فندم اه الصوره اللي انا معلم عليها دي لو بصيت على حته الميتال الكبيره اللي موجوده في النص ديت هي ديت الميجر كونكتور بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك كونكشن بتوين ايه بتوين الديفرنت بارتس اوف الفريم ورك بتاعي عشان كله يبقى اكت از وان بيس يبقى بتعمل لك كونكشن على كبير ولا صغير لا بتعمل لك كونكشن على كبير عشان كده سميناها ايه سميناها ميجر كونكتور الميجر كونكتور ديت هتاخدوها في شابتر عظيم اسمه شابتر الكونكتورز معايا انا والدكتور احمد عبد اللطيف هيبقى في منه نوعين نوع اسمه ماكسيلاري ميجر كونكتور بتبقى في المجزيلا ونوع اسمه مانديبولار ميجر كونكتور هتبقى في المانديبولا دكتور احمد ابو لطيف هيديكم المجزله ميجو كونكتور وانا هديكم المندبلوم ميجو كونكتور علشان خاطر اسهل شويه ما تصدقوش انا ادوس في الصعب ما يهمنيش عرفت يعني ايه كده ميجو كونكتور يا دكتوري تمام يا دكتور شكرا اطمن يا فندم قبل ما ندخل على اللاترال، حد عنده سؤال تاني المكسوف يتكلم يبعت على الشات طب انا يا دكتوره منى هسالك انا السؤال ده الريتنشن ده بيعمل ايه بيعمل resistance تو تيشو away movement عن طريق انك بتدخلي الحاجه جوه الاندر كات تمام فكل ما تعمل تيشو اواي موفمنت height اوف كونتور يمنعها لك. طيب، الكنكتورز داخلة جوه الأندر خلاص يبقى ما تعملش الريتنشن. أنا عايز أربي فيكم الفهم، مش عايز الحفظ. والله العظيم البشر ده من الحاجات الممتعة إن هو لما يتفهم ما تحتاجش إن أنت تذاكر ليلة الامتحان من كنت ما أنت فاهمه. فعلشان كده يعني أنا بسألكم عشان أعودكم على الفهم، لأن الموضوع ده مهم جدًا. ندخل بقى على اللاتال فورس اللاتال كونسيدرد از هوريزونتال ديسبليسنج forces not نوت فيرتيكال زي الريتنشن والسبورت طيب اللاتال فورس ممكن تبقى حاجتين ممكن تبقى لاتال رايت تو left سايد وممكن تبقى لاتال انتو بوستير عشان كده اللاتال بقول عليها لاتال رايت اند ليفت بعد كده هتكلم على الانتو بوستير از هوريزونتال ديسبليسنج forces. فالحاله اللي قدامنا ديت اللي انا بشاور عليها دي دلوقتي بالاسهم السوداء اللي موجوده للناس اللي كانت بتقول مش شايفه البوينتر انا كده بتكلم على لاتر ولا انتوبوسير لاتر يعني بالجنب بصير يعني قدام ورا فلاتر بالجنب انا محتاج ان انا امنع اللاتر فورسز على اساس ان انا بروفايدنج حاجه اسمها ستابيليتي يخلي الدنشر بتاعي البارشل دنشر يبقى ستيبل كونستانت ان بليس ديورنج فانكشن ما يجيش في الاخر العيان بتاعي بعد ما اعمل له ديليفري بشر دنشر يجي لي ويقول لي في العياده يا دكتور وانا باكل الطعم بيلق يلق ديت يعني ما فيهوش يعني مش ثابت يعني لا تنفصز عماله تخبط وتتزع فيه رايح جاي فهاو تو بروفايد ريزيستنس تو لاتر forces سؤال استدراجي لزميلتنا الريسيبوكال arm اللي في الار RBI عبارة عن إيه؟ ممكن يبقى يسيبك ارم نفسه دراع كده نفس دراع الايكر وممكن يبقى حتة اكستنشن زيادة من البروكسيمال بليت بيعدي لك اللاين انجل علشان يسلد لك الاباتمنت من الديستو شوية فيديك خاصية الريسيبوكيشن تمام؟ أنا يعني الأسئلة دي بالنسبة لي أهم من الشرح على فكرة فمحدش يتضايق فعلا 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 بتديني احساس الناس قد ايه فاهمه يعني. تمام. How to provide let, uh, resistance to lateral forces. ده lateral forces برضه شكرا. بصوا كده معايا هتلاقي الاسهم الحمراء ديت ده ال اوف of forces laterally. لو بصيت على الخط الاسود المنقط اللي قدامك ده لو حد شاطر يقول لي ده عباره عن ايه؟ imaginary line أو خط تخيلي بين اتنين اباتمنت ساعتها بسميها فلكم اكسس فلكم يا فندم صح صح فلكم... صح ممتاز ممتاز فعلا والله بتدوني دفعه معنويه للامام بالشطاره بتاعتكم دي تمام يا رب يا دكتور تسلم لي تسلم لي فعندك الفالكم لاين هو الخط الاسود المنقط والاسهم الحمراء دي, دي هي ديت اللاتيرال فورسز how to provide resistance to lateral forces الحاله اللي قدامنا ديت كلاس كام؟ اون 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 ايه الاسئله المفاجئة دي يا دكتور شيري؟ الكلينيك كلاسيفيكيشن ايه وقرا فيه ما احنا ما صدقنا خلصنا منه؟ بلس 4 بلس 4 يا دكتور؟ والله ينور والله ينور الحاجه لما تتفهم عمرها ما تتنسي كلاس 4 بيتحط لها يلا مايكات تقفل بقى ها رسائل الواتساب دي مش عايز اسمعها الكلاس فود ديت مشهوره كلاس بيتحط فيها مشهور قوي اسمه ايه؟ اسمه دبل ايكر كلاس تمام بص كده عليا انا حاسس ان انا بشرح شابتر الدايركت اكتر ما بشرح شابتر اهو عباره عن اتنين ايكر مخاصمين مع بعض كل واحد فيهم مدي ظهره للتاني مشتركين مع بعض في نفس الظهر فده بسميه دبل ايكر كلاس نفس الكومبوننت بتاعته عمره ما يتغير لانه ابن عم الايكر ما اختلفش منه كتير فطلع منه اتنين ريتنتف ارم عشان ده دبل ايكر طالع منه اتنين ريسيبوكال ارم يعمل لك الريسيبوكيشن للريتنتف ارم اللي موجوده فبنسميه ريسيبوكال ارم طالع منه اتنين ميتال اكستنشن اوكلوزالي بسميها اوكلوزال ريست وهتاخدوا الاوكلوزال ريست بالتفصيل بقى كده تمام طيب الاباتمنت الثانيه برضه ال 6 و 7 الناحيه الثانيه ما تنسوش ان هي كلاس 4 فبرضه عندنا دبل ايرا كلاس موجود فيها اثنين ريتنف ارم اثنين ريسيبوكال ارم وطالع منها اثنين ميتال اكستنشن اوكلوزلي بسميها اوكلوزال ليست. الريتنف ارم هنا بتديني ريتنشن ريسستنس تو تشو اواي موفي الميتال اكستنشن اوكلوزليست يديني سبورت، انهي نوع من السبورت يا فندم عشان ده سؤال ام سي كيو مشهور، هتقولي لي تو سبورت وتهيألي كده بعزه نفسه ويعني ويعني وفخر كده يا دكتور ده تو سبورت. لكن لو كانت دونشر بيز كنت هتقول لي عليها تيشو سبورت سؤال اعتراضي الكومبليت دنشر توس ولا تيشو سبورت مستني اجاباتكم تيشو سبورت بالظبط تيشو سبورت يا دكتور اه عم. ش... في حد معايا كتب لي تيشو بالعربي فني بالكلينكس تمام رسائل <applause> 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 الواتساب دي مش عايز اسمعها كله في مايكاته فيزيكال سبورت يا دكتور فيزيكال ريتنشن تيشو سبورت معلش بقى المسميات ديت انا مسؤول ان انا اصلحها لكم فتقبل مني اي تعديل فيزيكال ريتنشن تيشو سبورت طيب يا دكتور لكن لو <applause> باشل دنتشر لك ميكانيكال ريتنشن تمام تو سبورت او تو تيشو سبورت على حسب كلاسفيكيشن بتاعه سواء كان كلاس 1 او 2 او 3 او 4 تمام طيب. اوكي طيب ما تنسوش ان انا اساسا فاتح الموضوع عشان اعرف الريزستنس تو لاتر فورسز جايه منين تخيل كده باشا دينشر قدامك انت مطلوب منك انك تحركه يمين وشمال بالدبل ايكر الموجوده قدامك ديت مين اللي يعمل لك ريزستنس بص ركز معاك انا عايز احرك البارشال دينشر ده تورد لاتل رايت سايد فمين اللي يمنع لك اللاتل رايت سايد الميجر كونكتور يا دكتور ال كونكتور صح ما مقدرش اقول لا كلام محترم مين من الكلاسبات او من الدايركت تيتينرز اللي بتمنع لك اللاتر موفمنت اوعى تقول لي كلاسب على بعضيه ده فيها ده فيها قفشه انا بقول لاتر لايت سايد الريتنتف بتاعة بتاعت الرايت سايد ولا الليفت سايد الريتنتف بتاعت ال بتاعت اللفت سايد ممتاز 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 ليه؟ علشان انا رايح لاتر رايت سايد الريتنتف بتاعت اللفت سايد هو اللي يمنع لي بس وال <applause> البريسنج <applause> بتاعت الرايت سايد right الله 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 <applause> على كده بنقول ايه بقى؟ بنقول ان الاذر ارم اللي موجود على البالتال او اللينجوال سيرفيس بيبقى يحمل مسميين مش مسمى واحد ساعات بسميه ريسيبوكال الآن عشان بمسؤول عن الريسيبوكيشن طول الريتنتف فورسز اللي جايه من الريتنتف ان وفهمنا كلنا يعني ايه كلمه ريسيبوكيشن او حاجه ثانيه اسمها بريسنج ان بريسنج ان جايه من كلمه بريسنج يعني ريزيستنس تو لاترال فورسز تمام بيجي لك سؤال مشهور جدا يقول لك يا دكتور يا حبيبي انت تعرف الفرق بين الريسيبوكيشن والبريسنج ساعتها تبص للسقف وتقول ايه ده؟ طب ما الريسيبروكيشن والبريسنج الاثنين في نفس الارض يبقى كده الاثنين واحد لا غلط الاثنين مش واحد طبعا ابسولوتلي امال ايه؟ السبلوكيشن اللي موجوده في الارض اللي بلتل او اللينجوال مسؤوله عن الكاونتر اكشن فورسز اللي جايه من الاتنين في الارض انما البريسنج ده اللي بتمنع لك اكشولي اللاتل فورسز بتاعتك سواء كانت رايت right او ليفت ويجي السؤال عشان كي يطمئن قلبي هل الناس استوعبت الفرق بين البريسنج <applause> والريسبريكيشن؟ <applause> لا تاني معلش يا دكتور حلو تاني ما فيها تاني بقى يبقى نعمل زوم والنبي لو كنت اتنططت في المدرج ما كانش حد هيفهمها شابتر زي ده كان محتاج قاعدة في البيت بكوباية شاي عشان تعرف تفهم الليلة ديت بص يا سيدي مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا احرك الدنشر بتاعي ده توارد الرايت سايد فعلشان كده في كومبوننتس بتعمل لي ريزيستنس تو لاتر فورسز توارد الرايت سايد وكلكم بامتياز اجمعتوا ان الريتنت اوف ارم بتاع الليفت سايد والريسيبروكال ارم بتاع الرايت سايد هما اللي بيعملوا لي ريزيستنس تو لاترال فورسز بس لو جيت لي وقلت لي يا دكتور ده الريسيبروكال ارم بتاع الرايت right سايد هو اللي بيمنع لي اللاترال رايت هقول لك لا يا فندم انت غلطان لان ساعتها ما بقاش اسمه الريسيبروكال ارم بقى اسمه بريسنج ارم اتنين في واحد الارم يبقى اسمه بريسنج لما يعمل لي ريزيستنس تو لاترال فورسز والارن هيبقى اسمه ريسيبوكال ارن لما يعمل لي كاونتر اكشن للفورسز اللي جايه من الريتنت اوف علشان كده في كومبوننت بيبقى ريبريسنج اكتر ما هو ريسيبوكيشن وفي كومبوننت بيبقى ريسيبوكيشن اكتر ما هو بريسنج طب السؤال ده للشاطرين سؤال للتميز تمام طيب. وممكن ادي عليه بونص على فكره تمام طيب. كوبايه شاي كده حلوه من البراد بتاعي الميجور كونكتور بيعمل بريسنج ولا ريسبليكيشن؟ وانا هتعملي زي الدكتوره اللي قالت لي بيعمل ريتنشن؟ ها مستني اجاباتكم طب يا ترى الصوت كده واضح؟ الصوت كده واضح؟ ماشي نقول السؤال تاني الميجر كونكتور بيعمل بريسنج ولا ريسبولوكيشن؟ ممكن ريسبولوكيشن ممكن ليه هو فين اللي, اللي, موجود اللي موجود قدامه الناحية التانية اللي بيعمله كونتر اكشن صح؟ بيعمل الاتنين يبقى يعمل بريسنج يا عمر انت بتقولي بص يا عمر يعني بريسنج وريسيبلوكيشن انت معاهم معاهم معاه عليهم عليهم طيب، نزلة الدنشر بيز على السلوب بتاعت الريدج بكل ولينجوال، لو الحالة بتاعتي ديت لور بتعمل لي بريسنج ولا ريسيبلوكيشن؟ دكتور ممكن السؤال تاني؟ تاني نزلة الدنشر بيز على الريدج بتاعتي بكل ولينجوال، على أساس إن أنا بنزلها تحت شوية من الباكر دايركشن واللينجوال دايركشن بتعمل لي بريسنج ولا ريسيبروكيشن؟ هو كده ريسيبروكيشن بقى ليه؟ هو فين الريتنتف ارم اللي جاي على الريدج اللي انت مسؤول عن انك تعمله ريسيبروكيشن؟ اول ما سالك سؤال السبوتيشن ده يا دكتور دور على طول على الريتنت في قرم. لقيت له الريتنت في الناحيه الثانيه قول له عليه السبوتيشن على طول ما لقيتلوش الريتنت في ارم قول عليه بريسنج وانت مغمض عينيك تمام طيب السؤال الثاني نزلت المجزلة ميجر كونكتور على الكيرفيتشر بتاع الهارد بلد يديني بليسنج ولا ديسبلوكيشن؟ ديسبلوكيشن هو اللي موجود بلسنج. على الهارد بالك وانا بحط على الهارد بالك عشان تبقى هو الهارد بالك فيه اندر كات وانا برسم سيرفي لاين على الهارد بالك يا راجل ده انتوا عاملين سيرفينج الاسبوع ده بريسنج عشان مفيش ريتنت بار طيب خليني اسال السؤال بطريقه مبسطه اخرى كل الريسبلوكيشن بيعمل بريسنج بس مش كل بريسنج بيعمل رسبلوكيشن صح ولا غلط حلو السؤال ده صح صح اظن كده الموضوع هضمته انا ما قلتش حاجه انتوا اللي قلتوا معلش ممكن تشرح السؤال ده دكتور من عناية بص اي سؤال لافف دور على مين صاحبه هتلاقيه دكتور شادي النجار انا احب اول الاسئلة اللفه دي السؤال يقول لك ايه السؤال يقول لك هو كل البريسنج يبقى ديسيبلوكيشن ولا كل الريسبلوكيشن يبقى بريسنج مين الاصح كل مصر. يا محمد يا خالد ما تتلخبطش طب يا دكتور لو كل البريسنج ريسبروكيشن فيبقى فين الريتنتف في ارم بالظبط افتراض ان هو بريسنج في نفس الوقت بالظبط في حاله زي دي المفروض ان كل الريسبروكيشن يبقى بريسنج مش العكس صح بالظبط بالظبط اسم كان احمد كامل يعني. ليك عندي واجب كبير يا احمد تعالى لي طيب يبقى احنا عرفنا من اللاتال فورسز ان الكوزز بتاعتها هو اللاتال موفمنت بتاعت البشر الدنشو ديورنج اوكلوجن لما باجي اعمل لاتل uh, فورسز بالماندبل بتاعي وانا قافل على السنان بتاعتي بالباتشر دنشر وخصوصا لو الكسبات بتاعة الارتفيشال تيس عاليه شويه فبطل ان انا uh, اخبط في السنان بتاعتي رايت اند ليفت فبيعمل لي لاتل موفمنت فمين اللي بيقلل لي اللاتل موفمنت؟ الميجر كونكتور انا ما قلتش انتوا اللي قلتوا وصح البريسنج اون صح في <applause> ارم على كونترالاترال سايد صح الدنشر بيز اللي نازل شويه ناحيه البكل واللينجوال صح الميجر كونكتور والكيرفيتشر بتاعه الهارد بلد اللي احنا بنسميه الاسلوب بيمنع لي لاتر موفمنت صح كل الاجابات دي صح تمام تعالى بص بقى تصدق وتامن بالله ان الـ ان ديست ممكن تعمل لك بريسنج وتمنع لك اللاتيرال موفمنت الله ازاي لو احنا بنتكلم ان ده مش فيلنج فان ده مش امالجم اوكي للناس اللي لسه واخده سكشن اوبيتال اوكي ده اوكلوزر ريست لو عملت الاوكلوزر ريست ديب شويه ببوكس شيب وهتاخدوا انواع الاوكلوزر ريست ان شاء الله الشابتر اللي بعد الجاي لو عملت البريبريشن بتاع الكلوز ديست ديب شويه وبدل الوولز بتاعته بس دي يبقى فيها كونفرجنس علشان الكلوز ديست بتاعك يطلع وينزل احنا ريموفبل ها تمام وعملته على شكل بوكس شيب يديك سام صوت او سام ديجري اوف بريسنج او ريزيستنس تو لاترال فورسز فعشان كده زود لمعلوماتك الكومبوننت اللي ممكن يزود لك البريسنج او ريزيستنس تو لاترال موفمنت هو البوكس شيبد وكلوزر ليست سيت حلوه كي يطمئن قلبي مفهومه الناس مكسله تكتب على الشات تمام عايزين نمنع الانتو يلا احنا عرفنا اللي فيها وعرفنا التكه وعرفنا ازاي نطبق الشغل بتاعنا الحاله اللي قدامي ديت ابر ولا لور لور ليها فري اند سادل فعندي هنا ريت مولر بيد طالع على زي لفوق وانتيو ليها الانتيو اباتمنت بتاعتي اللي هو الفايف ده فور ده فايف وانا بحط 6 و7 في الـ في الدنشر بيس بتاعي عايز امنع الانتيوم موفمنت مين اللي يمنعه لي الانتيوباطمنت صح عايز امنع البوستير موفمنت مين اللي يمنعه لي السلوب بتاع بات صح طب لو حصلوا الحاله ديت ابر مش لور مين اللي يمنع لي البوستير موفمنت بتاعتها الأسلوب بتاعه المجزله التوبروستي صح طب لو الحاله اللي قدامك ديت كلاس 3 باوندد مش فري اند سادل مين اللي يملع لك الانتيرو فورسز او دايركشنز او موفمنتس انتيرو فورسز انتيرو أباتمنت. بوستيرو فورسز بوستيرو أباتمنت. طب لو فري اند سادل تبقى ريت لو لوور مجزلة التوبوستي لو ابر فهمتوا اللعبه ماشيه ازاي؟ طيب عشان يبقى كلامنا محددين الانتيير اباتمنت بتعمل لك ريزيستنس عن طريق البروكسيمال بليت اللي انت عملت له بدل بلوك اوت في السلفية على الديستال سيرفيس بتاعه يبقى الكومبوننت المسؤول عن الريزيستنس تو فورسز هو البروكسيمال بليت اللي موجود على الديستال سيرفيس بتاع الانتيير اباتمنت طب مين الجزء اللي مسؤول عن الريزيستنس تو بوستير فورسز للحاله البوستيرور اللي قدامي ديت؟ نقدر نقول البروكسيمال بليت؟ لا. الدنشر بيز اللي مسنود على الريتمولر باد لو لور او المسنود على مجزل الريتمولر لو قبر. فكده لو حبينا نجمع الموضوع بالعكس وده سؤال مميز للطلبه المتميزين وانا عارف ان دفعه الدكتور شادي كلهم متميزين. ربنا يستر. <applause> الديجيتال بيز عمل لي كام خاصيه لغايه دلوقتي نجمعها بالعكس بقى ده يعني ده دكتور شاري يعني نهاره اسود معاكم بيز اداني كام بروبرتي لغايه دلوقتي؟ enumerate بروبرتيز provided باي دنشر بيز صح صبوت توصل ولا تشف ريتنشن ريتنشن يا دكتورة هاجر دكتورة هاجر انت عارفة امتى الدنتشر بيز يعمل لي ريتنشن او والله تسمع عن حاجة اسمها دنشال اديسيف عبارة عن لزق الاطقم الاسنان بيتباع في الصيدليات لو حطيت نقطه من الدنشر اديزف تحت الـ تحت الدنشر بيز اه والله الدنشر بيز يعمل لك ريتنشن بس احنا عشان الحاله بتاعتنا بارشل مش كومبليت فبناخد الريتنشن بتاعتنا من التوس اكتر من التشو فعشان كده الدنشر بيز عمره ما بيعمل ريتنشن ممكن فيزيكال ريتنشن في الكومبليت بس احنا اساس الكلام بتاعنا النهارده او في الترم ده كله بارشل دنش احيي دكتوره سلسبيل وبتقول ان الدنشر بيز بيعمل بريسنج صح true or false دنشر بيز بروفايدنج ريسبروكيشن بمنتهى الثقه هترد عليا وتقول لي غلط يا دكتور ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عم ما دنشر بيز ما بيعمل ريسبروكيشن ده بيعمل بريسنج الله شكرا يا دكتور عمر دكتور عمر انا زعلان وقافش ازاي تقول ترو على اجابه زي كده على سؤال زي كده. بدفنت هوريزونتال موفمنت، صح يا دكتور عبد الرحمن. زمانكم بتقولوا يا إيه محاضرات دكتور شادي تبقى كلها اونلاين. اتكلمنا عن ال lateral اهي. اتكلمنا عن الانتروبوستير. اهي نتكلم بقى شويه عن الروتيشنال فورسز يعني ايه كلمه روتيشن فاكرين تايب 1 ليفر المرجحه انا عارف ان انتوا بتحبوا المرجحه ايوه اللي ده اجدع مثال للروتيشن اراوند فالكر بيبقى عندك الفورس او اللود على وان سايد ريزيستنس بيبقى على الاذر سايد ايكوال ان ماجنيتيود بس اوبوزيت ان دايركشن والفالكر في النص انترميديت ان بتوين اللود او الفوز والريزيستنس بتاعته دكتور محمد خالد تعالى لي مكتب بكره يا دكتور محمد لينا قاعده مع بعض في موضوع البريسنج والريسبريتيشن طيب تعالى بقى نطبقها في الاسنان شويه الحاله اللي قدامنا ديت ايه كلاس كام اي 1 كلاس 1 الفاركم لاين هو عباره عن ايماجنري لاين اكستندينج بيتوين تو اباتمنت لايت وليفت او تو كلوزر ريست على الاثنين اباتمنت بما اننا جبنا شويه وفهمنا يعني ايه كلوزر ريست اللي بيحصل بقى ايه ديورنج ماستيكيشن ان بيحصل روتيشن اراوند فالكم لاين شبه بالظبط الليفر تايب 1 عن طريق ان الدنتشر بيس بتاعك بيبقى فري اند سادل ملوش بوستير اباتمنت فبالتالي ملوش بوستيرو كلاس او بوستيرو سينوس ملوش اندر كات يمسك فيه فعشان كده من اسمه بسميها فري اند سادل اوكي طيب روتيشن اراوند فارك تصدق تصدق بالله ان الروتيشن ده عباره عن تيشو وورد موفمنت وتيشو اوي موفمنت زي شامبو وبلسم كده في نفس الطقم قول ازاي؟ تعالى بص عليها من العرض فين الابطمنت بتاعتك هي دي الفورس اللي عليها دايركت تينا اللي بالاحمر ده الدنشر بيز الفرين دي سادل واللي بالاصفر ده ده الناتشورال تيز تيبيكال كلاس 1 او كلاس 2 هي وظفها يعني تمام يلا لو انا عملت فولس ديورنج ماستيكيشن على فرين دي سادل ديت يبقى فرين دي سادل ديت حصل لها ايه لها تيشو اوي ولا تيشو وورد ايوه انا سامع كده حد من بعيد بيقول تيشو وورد موفمنت صح على عكس الناحيه الثانيه من الكومبوننت بتاعتها ده اسمه انديركتين الموضوع كده كبير هنتكلم فيه بعد كده ان شاء الله الكومبوننت ده حصل فيه ايه حصل تيشو اوي موفمنت على اساس ان انا عندي حاجه اسمها روتيشن فلو حصل معايا تيشو وورد موفمنت من ناحيه الناحيه الثانيه بتاعتها تيشو اوي موفمنت تعالى للمرجحة رجيحا ايفا تايب 1 الازرق ده عامل لك تيشو وود ولا تيشو قوي الازرق عامل لك تيشو وود ممكن حلو علشان يبقى عندك كونستانت ستابيليتي للمرجحه او للبشر ده ما يبقاش دنشر بقى كلها مرجيح لازم الاخينا الاحمر ده يعمل لك ايه يعمل لك اوبزيت فورس ان اوبزيت دايركشن بس ايكوال ان ماجنتيود فعشان كده بيبقى تيشو اواي موفمنت يبقى ده الازرق تيشو وود والاحمر تيشو اواي موفمنت اوكي طيب يلا خلينا نعكسها شويه اهو بالمنظر ده الدنشور بيز اللي عندي حصل له تيشو اواي موفمنت جاب حته توفي ام, أم نص جنيه يعني عند كشك عم عبده تم اديها له مكان باقي يعني وجاي ياكلها فراحت عملت له تيشو قوي موفمنت يبقى على الناحيه الثانيه من الفالكم حصلت ايه؟ حصلت تيشو وورد صح ولا غلط؟ صح طيب ازاي امنع التيشو وود موفمنت على الناحيه الثانيه عشان اوقف الروتيشن ده عند حده كلام كبير كبير قوي 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 شفتوا الدايركت ريتينر؟ في بقى ابن عمه حاجه اسمها اندايركت ريتينر. ازاي الكلام ده؟ تعالى لاخينا بتاع مرجحه. الازرق عايز ينزل لتحت تيش ووت، والاحمر عايز يطلع فوق تيشو اوي. انا عايز امنع ان الاحمر يحصل له تيشو اوي، يعني عايز اعمل له ريتنشن. تعالى يا عم الحاج هات حته قالب طوب حطها تحت الراجل اللي لابس ازرق. علشان يمنع له التيشو وورد شويه. عشان كل ما يجي يعمل تيشو وورد تلاقي ان في ريزيستنس مع نتيجه قالب الطوب اللي موجود تحت. بالتبعيه بقى ديونج روتيشن. الاحمر هيحصل له تشو اوي؟ الاحمر هيحصل له تشو اوي؟ لا يا دكتور مش هيحصل له او هيبقى او هيبقى بسيط قوي. بالظبط كده. يبقى انا منعت التشو اوي ولا لا؟ منعتها يبقى ده ريتنشن ولا مش ريتنشن؟ الله ده ريتنشن عملتها بالطريقه مباشره ولا طريقه غير مباشره؟ غير مباشره غير مباشره عشان غير. كده سميتها اندايركت ريتنشن فهمتوا اللعبه عامله ازاي؟ بالظبط حتى يبقى هو يا دكتور عبد الرحمن انت قلت اندايركت عشان كده سميناها اندايركت ريتنشن يا دكتور ثانية هو إزاي في الروتيشن هيحصل تشر أواي موفمنت؟ هو مش الكلاس بقى هيمنع ده؟ أنا يا فندم بتكلم على حالة فريدة من نوعها هي الفلي إند سادل، ربنا رزقها باباتمنت واحدة مش اتنين اباتمنت، فالاباتمنت الواحدة ديت مخليالي عاملة لي فالكم واحد مش اتنين فالكم، فبيبقى الطقم بتاعي آكت آز ليفر تايب 1 مرجحة لايك أكشن، تمام؟ لو كان عندي بوستير اباتمنت بالكلاس بتاعه كنت هقول ان مش هيحصل روتيشن عشان الكلاس في البوستير اباتمنت هو اللي هيمنعه بس دايما اذا بتاعت بتاعه الباشر دنشن في حالات الكلاس 1 و2 و4 اللي هي بين قوسين في اندسادل او دي سلكشن بيس فهمت كده علشان كده بقى انت كده جبتين نفسنا يا فندم آه. كل ما ازود عدد الفالكم لاين في في الدنشر بتاعي كل ما الدنشر بتاعي بيبقى ستيبل اكتر وكل ما الفالكم لاين ما بيقل كل ما يبقى الدنشر بتاعي ستيبل اقل على اساس ان انا لما ازود الفالكم لاين بيبقى عندي 2 و3 فالكم لاين على اساس ان انا معايا 3 اباتمنت يبقى انا كده زودت كلاس بات او زودت الدايركت ريتينرز اللي حوالين الاباتمنتس ديت فمنعت لي الروتيشن اكتر فعشان كده كل ما يبقى عندي falcon لاين اكتر في الديزاين بتاعي كل ما يبقى احسن مش اوحش فهمتوني الروتيشن اللي بيحصل معايا بيحصل معايا برضه في 3 دي دايمنشن او 3 دايمنشنال يعني تمام فيعني شويه تحشيشه كده تعالوا كده بصوا معايا على الدنشر ده وبص على النوع الروتيشن اللي بيحصل فيه. ادي آه زوم المتين اهو. ايوه ونحرك الزوم هنا برضو. أيوة. بص معايا على الدنشر ده. الدنشر ده الفالكم بتاعه فين؟ الفالكم بتاعه في الدنشر بيز اللي موجود على الرايت right سايد، الفالكم بتاعه هو ذا زريتش. فبيحصل روتيشن ان باكو لينجوال دايركشن اراوند ذا فكده بيحصل لي روتيشن موفمنت بس مش روتيشن حوالين فالكم بتوين اتنين ابارتمنت روتيشن اراوند فالكم على كريست اوف ذا ريدج بالظبط يا دكتور انت عملت كبر في الموضوع ما كانش بارشال يعني لا ما علشان باشل هو بيتقال كده طيب الطقم بتاعي لما بيميل على ناحيه بقل ازاي امنع الروتيشن ناحيه البقل ديت مين الكومبوننت اللي بيمنع لي ان هو يترفع من الناحيه الثانيه علشان ينزل معايا بكل والله اللي هيقولها يبقى عمده ويعني وكل ما اشوفه في الكليه اقول له زيك يا عمده ريسيف يا دكتور بتاع ناحيه بتاع الـ بتاع الرايت right. على الرايت right سايد يبقى الريسيف لوكيشن ارم بتاع الـ. بتاع الرايت right. بتاع الرايت اه right. right. ماشي بس مش هيبقى في قوي للدرجه بس لو كتبتها لي في الامتحان هحسبها لك صح على اساس ان انت فكرت تفكير منطقي طب ما تزود تمام. الفرصه ارم شويه وبدل ما تفكر على على صغير فكر على كبير مش عندك أنت في ارم موجود على الليفت, الليفت. على الناحيه الثانيه خالص تمام ما هي منعت لك روتيشن ناحيه الباكل سايد في right سايد تمام منعت لك ان الدنشال بيز على الليفت سايد ان هي تترفع فالطقم بتاعك يميل بكل ناحيه الرايت صح ولا غلط تمام طيب نفس الحاله ديت وانت اللي هترد عليا انا عايز امنع ان الدنشال بيز يحصل له روتيشن ناحيه الليفت سايد او ناحيه اللينجوال سايد في الرايت مين الكومبوننت اللي هيمنعه لي وعلى فكره ارم السوبركوشن ارم بتاع الليفت والريتنتف ارم بتاع الرايت طيب بس خلي بالك انا بقول لك ايه انا بقول لك ان انا بتكلم على اللينجوال دايركشن بتاع الرايت أيوة مش بتاع الليفت ايوه انا, ما أنا قلت هيبقى ايوه من لا انا فاهم قلت هيبقى الريتنتف ارم أيوة بتاع الرايت برضو والريسيبريكيشن بتاع اللفت والله والله يا والله يا <applause> عمده تعالى لي بكره الكليه عشان احفظ شكلك عشان كل ما اشوفك اقول لك يا عمده حبيبي يا دكتور <applause> تمام حد عنده مشكله في, في الكلام ده <applause> تعالوا دي بقى ما عن موفمنت اسمها فيش تيل موفمنت او حركه ديل السمكه هي السمكه بتتحرك ازاي؟ يا نهار ابيض هو الدكتور شادي اللي بيقوله ده؟ ديل سمكه ايه وبتاع ايه؟ مش انا دخلت اسنان برضو بيقول لك ان الفيش تيل موفمنت او حركه ديل السمكه في باشا دنشر بيبقى عندك فالكم لاين بس فالكم لاين المره دي مش هوريزونتال بيبقى فيرتيكال يعني فالكم لاين بالطول وبتلاقي الفريق الاثنين فري اند سادل بتوع كلاس 1 بيتحركوا معاك رايت وليفت بس ممسوكين من قدام زي ديل السمكه بالظبط. حد عنده سمك في البيت؟ ما ادخل على اليوتيوب اجيب لكم حركه ديل السمكه في قاع البحار عالم البحار. الحاله اللي قدامي ديت كلاس 1 ولا 2 ولا سي ولا 4 كلاس 1 ليها بوصيه واباتمنت ممسوكه فيها ملهاش بوصيه واباتمنت صح ولا غلط؟ صح يبقى ممكن تتحرك معايا لاتر في منتهى السهوله ولا لا؟ ما ملطشه بقى ملهاش بصير ولا طب لما تتمسك من قدام بس وفي اند سادل بتبقى بصير ورا هتتحرك معايا يمين وشمال مع بعض از احرك الديل السمكه يمين وشمال ولا لا بص لفينا لفينا ورجعت لكم لموضوع الديل السمكه تاني لان هي علميا في التكست بوك ومكراكن شخصيا مش مسميها فيش تيل موفمنت انا اللفظ ده مش جايبه من عندي وممكن اجيب لك سؤال اقول لك how to counteract او prevent fish till movement in removable partial عن طريق ايه؟ يلا سؤال للجميع ازاي امنع الفيش تيل موفمنت around vertical axis في الحاله اللي قدامنا ديت؟ ايه الكومبوننت اللي منعهولي؟ والله يا دكتور الدينشال بيز يا دكتور اي الدينشال بيز صح اشمعنى الدينشال بيز جه في عشان ما فيش بوستيريور اباتمنت فهو الوحيد يعتبر اللي هيبقى ماسك من ورا لا انا مش بقول لك اللي انت ليه اخترت الدينشال بيز يعني افهموا السؤال أوه. يا جدعان انا بقول لك ليه الدينشال بيز منع لك اللاتيرال فيش تيل موفمنت علشان الدينشال بيز نازل على السلوبس بتاعت الريدج باكل ولينجوال فالسلوبس السلوبس ديت فيرتيكال عاملها لك كاونتر اكشن او ريزيستنس للاثر موفمنت فهمت الاجابه تبقى ازاي تمام طيب انا هسال السؤال بطريقه ابسط من كده الميجر كونيكتورز منعت لي ما فيش تل موفمنت ولا هو الموضوع صعب قوي كده؟ هي منعت اه لان ايوه وصلت بقى وصلت الرايت بالليفت هما الاثنين ثابتين كده حته واحده اه ثابتين من جوه ولا من بره؟ لا خلت الرايت مع الليفت كانه حته واحده ف مش هيبقى في روكينج كتير على فكره انت قلت كلمه مهمه جدا حاجه اسمها روكينج فاكرين الروكينج بتاعته كومبليت دنشه؟ ده some sort of uh, rotation بس للcomplete denture مش البشر فانت انت قلت جمله او كلمه مهمه جدا وفهميت ان انت فاهم تمام الفيش تيل موفمنت الفالكم لاين بتاعته vertical ولا horizontal؟ ولا اسئله على فكره بجيبها في الامتحانات ما ينفعش تبقى horizontal خالص على وضعك هو حد يشككك في نفسك ما ده لو قلبنا السمكة بقى لا يعني كده ما اه ده لو قلبنا السمكة صح <applause> لو قلبنا السمكة ايوه <applause> والله والله يا عمده رقم اثنين اه يا طيب احنا كده اتكلمنا على ال vertical axis يلا بقى شوية الشقلباظات اللي بيعملها الدكتور شادي التشو اواي فورسز مين اللي بيمنعها؟ غشوها عادي بصوا بعديكم. تنشن تنشن صح طب التيشو يلا صح صح بقى احنا بنقفل اهو خلاص الشنطه خلص التيشو اللي بيمنعها السبورت صح ولا لا؟ <تصفيق> طيب اللاتر فورسز مين اللي بيمنعها؟ انا عارف ان انتوا عايزين تقولوا بريسنج بس ممكن اتكلم خليها ديسبلوكيشن عادي يعني بس انتوا فهمتوا الفرق بين الديسبلوكيشن والبريسنج صح ولا غلط مش قوي الصراحة يا دكتور مش انت اللي هتعدي عليا في المكتب ولا ده كان زميلك لا لا انا انا اللي هعدي حضرتك اه اه لا ابو انا فاكرك ازاي انا مستنيك بوك على الله ما تجيش حاضر يا دكتور <applause> طيب مين المانع للروتيشن ان تيشو وورد موفمنت؟ وركز في الكلمه ديت روتيشن ان تيشو وورد دايركشن على فكره انا كان ممكن انزله اساينمنت والله واساينمنت سهل على فكره يعني ممكن ينزل اونلاين بس ساعتها خليه بدرجات مش زي الكلاسيفيكيشن مين اللي منع لي الروتيشن ان تيشو وورد موفمنت؟ تيشو وورد عادي يبقى سبورت طيب مين المناعة منع ان الروتيشن تيشو اواي دايركشن؟ بس انهي نوع بقى من انواع الريتنشن ان دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت اندايركت بالظبط كده طب بجمله الجنان بقى الدنشر بيز بيديك بروبرتي انواعها ايه؟ بص جايبها لك سهله ايه يعني اللوزه متقشره الدنشر بيز يديك ايه؟ يديك سبورت صح ولا غلط اكيد مش هجيب لك حاجه في البرزنتيشن غلط الدنشر بيز يديك استابيليتي يمنع لك لاتر uh, موفمنت ويمنع لك روتيشن اه uh, صح ولا غلط طيب الميجر كونكتور الميجر كونكتور لو هنحسب الريتنشن ده فيزيكال وميكانيكال مش ميكانيكال بس فممكن نقول ان الميجر كونكتور ممكن يديني ريتنشن. اوكي عشان في دكتوره قالت لي ازاي ان الميجر ممكن تدي ريتنشن وانا اديت لها محاضره كبيره على الموضوع ده فلو فل هتحسبوا لي الريتنشن مره فيزيكال ومره ميكانيكال فالفيزيكال ريتنشن ابو Saliva اللي بيلزق باللعاب على الميكوزا ممكن الميجر كونكتور يبقى ريتنشن. تمام الميجر كونكت ممكن يعمل لي سبورت اه ممكن يعمل لي سبورت عادي جدا وشفناها بعينينا وجربناها الميجر كونكت ممكن يمنع لي روتيشن ولاتال موفمنت ايوه ممكن يعمل لي روتيشن ولاتال موفمنت الميجر كونكت ممكن يعمل لي بريسنج انا عايز ابسطب على الكلمه دي واخليها بريسنج هتبقى اوقع شويه تمام اه ممكن يعمل لي بريسنج عادي باللاتال موفمنت الكلوزر ريست الحاجه الوحيده اللي ممكن يعملها لي ايه سبورت اني نوع من السبورت التوس ولا التشو توس <applause> توس <applause> حلو ممكن تعملي لي ريزيستنس Lateral لاتر موفمنت ممكن لو بوكس شيب صح لدرجه ان انت لو عملت Lateral وولز بتاعت البوكس شيب بدل قوي بالمنقله ممكن تديك سامسوت سورت اوف ريتنشن حاجه اسمها فريكشنال ريتنشن بس دي حاجه ادفانسد شويه كده بقول لكم عليها لما تكبروا شويه تبقوا في سنه خمسه. كلاسب حتى من اسمها دايركت ريتينر يبقى اديت لك ايه؟ اديت لك ريتنشن ريتنشن ريتينر اوكي؟ اندايركت ريتنشن نوع من انواع الريتنشن عاديه جدا. البروكسيمال بليت اللي كنا بنعمل تحتيه بدل البلوك اوت الناس اشتغلت السيرفينج ولا لا؟ انا سمعت ان كان في مشكله في الكاربون ماركر ما علينا البروكسمن بريد تمام بيديك ايه؟ بيديك ريتنشن اوعى هو بروكسمن بريد داخل في الاندر كات؟ لا يديك سبورت اوعى ده بروكسمن بريد ده بالطول مش بالعرض وانت عندك تيشو وورد موفمنت فاستحاله بروكسمن بريد يديلك سبورت ممكن يديلك ريزيستنس تو ريسيبروكيشن ممكن يديك ريسيبروكيشن اه فاكرين حته اللاين انجل اللي كاونتر اكشن للار بي اي كلاس وممكن يديك استابيليتي وخصوصا لو كانت انتوبوستير تمام؟ انا عايزكم بقى كده في الشات تقولوا قولولي الشابتر ده حلو ولا وحش؟ يعني بصراحه كده وانا مش هزعل. يا دكتور الشابتر ده عامل ايه معاكم؟ يا دكتور قوموا يا فندم في الحته بتاعت اندايركت ريتنشن بس الشغله كده وقعت عند بتاعتها تاني هي والبريسنج برضو تعالى لي المكتب بكرة تمام مين عايز يسأل على أي حاجة تانية مفيهاش إعادة مش عشان أنا تعبت أنا قاعد أشتغل أبحاث أساسا أنا يعني أنا ما بنامش لا هو عمرو هو مش تقيل شوية هو تقيل حبتين وكتر ألف خير الدنيا إن إن أنتوا فهمتوه بصراحة ده إعجاز علمي ومش شيء غريب عليكم إن أنتوا فهمتوه لأن انتو كدفعة دماغكم نظيفة وانا فخور ان انا بدي الدفعه دي بصراحه الدفعه هي اللي علمت عليا مش انا علمت على الدفعه دكتوره منى بتسال هي كلاس ممكن تديني ستابيليتي اه على اساس الروتيشن اراوند الكونتر لاين اللي هو كريست اوف ذا ريدج فالتنت اوف ارم بتاع الكونتر بتاع الناحيه الثانيه منعت لي الروتيشن اراوند الكريست ذا فادتني شويه ستابيليتي كلامك صح يا دكتوره منى دكتور هو المحاضره دي هتنزل على الاقلام اس ريكورد يا فندم انت عايزه تعرفي المحاضره دي ريكوردد ولا والله علمي علمك انا بعد ما اقفل معاكم هقعد ادور كده في الـ على السيستم لغايه ما الاقي الفايل الام بي 4 ده وربنا يسهل والاقي الفايل ده في في بكره محاضره كمان ده انتوا لو ما حضرتوش بكره محاضره الدكتور ناصر جروب بي تمام انا ممكن اقفش على الدفعه دي بجد يعني لان انا موصي الدكتوره سما ان انتوا ترفعوا راسي قدام دكاتره البروسيس كلهم فعلى الله الاقي حد مش حاضر بكره محاضر دكتور ناصر افتح الريفيو بتاع الكويز ليه؟ يعني يعني ايه كلمه ريفيو للكويز؟ معلش عشان بس اعرف اجاوب على هذا السؤال يا من الاسبوع ده يعني على بعضيه محاضره واحده تمام جروب A يوم الثلاثاء وجروب B يوم الاربعاء فالحصل وغاب يوم الثلاثاء ممكن يسمع محاضره بكره لكن اكيد مش هيشرح محاضره جديده في نفس الاسبوع احنا بنكرر المحاضره مرتين في الاسبوع يا فن. يا دكتور عشان نعرف اخطائنا طيب بس هتبقى بعد ما الكويز ما بيخلص مش مش اثناء الكويز عشان الناس اللي بتغشش اه الكويز اللي فات حاضر من عينيا لو كده ممكن ايه ممكن اشوف آه اذا كنت انزل لكم الاجابات بتاعته طيب حد عنده مشكله تانية في شرط الفورسز عشان شايف الموضوع عمال صح. انا منزل اه مط... ايه ده هو ريال مدريد كان بيلعب النهارده؟ طيب ماشي بص يا شباب انا منزل الداتا بتاعت الشبطة ده على ال اس فلو سمحتوا يعني اما الدكتوره سما تاخد لكم الداتا وتنزل لكم على الجروب بتاعكم او تدخلوا على ال اس على طول وتريحوا نفسكم وتريحوني وتنزلوا الداتا ديت زي ما انتم متعودين ليكشر ونوتس والنص طبعا مفصله وهتلاقوا نفس الكلام اللي انا بقوله تيبيكال يعني. حاضر يا دكتور سعيد والله هدور على ريكورد ولو لقيته هبعته للدكتوره سما تنزلها لكم على الجروب بتاعكم. يلا، بالتوفيق يا شباب ان شاء الله ربنا معاكم. لو عاوزتوا اي حاجه مكتبي مفتوح 321، اي حاجه عايزين تسالوا عليها انا تحت امركم واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.